بي ام 9 كرم من الفرق الزملاء اللي متواجدين في المواقع الثانيه اسحبهم معنا مع الحمل الله يعطيك العافيه. احنا الان في مستودع تابعه للمواد الغذائيه اغلبها منتجات مسروقه، تشوفون بيدي هكيس، هذا الكيس بتكلم عنه في اخر شيء، طحين، سكر، عصيرات، زيوت تسرق ثم تعبأ هنا كأنها ماركات معروفة، هي أسماء مطلعينها من رؤوسهم. بتشوفون الآن وش جالسين يسوون هالمجرمين في هذا المكان. هذا دقيق مخابز مدعوم من الدولة. نعم، الدولة ولا يمكن تعبئته، هذا دعم للمخابز. نعم، لأنه مدعوم على أساس أسعار وما أسعار، لكن للأسف الشديد يتم تعبئته بطرق بدائية وبطرق مخالفة من قبل عمالة مخالفة يفكونه الصحية. طيب أنا بالطريقة هذه يتم تعبئته. شوف كيف طريقة التعبئة، الطرق يعني بدائية وخالفة السلطات. أشياء ثاني، نفس العباس هذه ما عليها أي بيانات للمنتج، من المعبيه إذا صار في قضية لا سمح الله، حتى الاسم هم مخترعين أو طابعين. أسماء طبعا وهمية أكثرها أي. فقط بدون ذكر اسم المعبئ أو تلفونه أو عنوانه، في حال سجود لا سمح الله قضية يتم الرجوع له. هذا العمال يعبون الطحين المسروق هذا بعد ما يفكونه وينزلونه بالشكل هذا، يعبونه بالطريقة هذه كأنه طالع من مصنع، ويحطون لك ليش التواريخ موجودة الآن تشوفونها. هذه ليش التواريخ بهذا الشكل، يضغطون وبعدين نشوف يحطون على الطحين برجليهم مقزز. هنا كميات سكر كبيرة بركان، وش وضعها؟ هذا اعترف العمل وقرن هذه تسرق من السيارات اللي هي هناك الكبيرة، تجيك سيارات أي. محملة أي. بالسكر، يقف حد النقاط ويبيع عليهم يعني فردي، حتى هو صاحب الشاحنة برضه المفروض انه من المصنع للمصنع، وصاحب الشاحنة برضه يتعرض للمسائل لان هذه سكر يعني مصنع. صاحب الشاحنة يوقف ويعبون زي اللي في الصور هنا. هذه الصور بأكياس بالليل في مكان ايه، هذه كلها بتسلم الان محضر جنائي. تمام، اضافه لان الغش التجاري موجود. تمام حتى شوف كاس السكر بعضها مواد كيماويه، ما هي سكر اساسا، بعضها مواد المستخدمه لمواد كيماويه لانها كلها قديمه متهالكه. الاخ المراقب محمد الشهري البطل دايم تعرفونه. محمد اشرح لنا هنا في السكر وش يسوون. هذا السكر المسروق ايه، يقومون الحين هنا تعبئته بطريقه بدائيه في أكياس تحمل أسماء تجارية وهمية. يعبي بهذه الطريقة. بهذه الطريقة البدائية. يعبي من تحت. هذه الأكياس. وهذه الأكياس والاستكرار. وبدون أسماء تجارية، بدون بيانات تجارية أخرى. واستكرارات بعد. واستكرارات هنا. وبعد التعبئة في. بعد التعبئة تغلف. الطريقة هذه ويضع لها تاريخ صلاحية ثم تنزل السوق. يعني في شيء منها غير المسروق انه مغشوش ربما منتهي صلاحية. جميل. وزيوت ايضا، زيوت طعام وزيوت وعصائر وملح. عمالة وافدة تعمل حساب الشيء مباشرة يصادرون، لانه في ناس يجون جايبين بضايع فما يدرون انه في هنا مصادرة، فعلى طول فكميات كثيرة تجي ويصادرون. هذا الطحين يا جماعة، هذه الأكياس من صوامع الغلال، هذا مسروق لأنه مدعوم من الدولة تخصيص للمخابز حتى ما ترتفع الأسعار. شيء مهم تعرفونه أن سعر الخبز محكوم من الدولة لأن الدولة تدعم أسعار الطحين، وهذا مسروق. مع الاستصال النزي الآن لقى مع شخص إقامتين. طبعا هذا الشخص من المقبوض عليه في المستودع في قضية الغش التجاري، اثناء تفتيش قبل الزملاء في الحملات اللي اشتراها في السابق الاخير وجدوا معه اقامه، لكن اثناء اطلع على الصوره ما تطابقت مع الاوصاف مع اوصافه، وعنده تفتيش شخص من قبل رجال الامن وجد الاقامه الاخرى اللي هي تخصه فعلا، ووجد عليها قضيه جنائيه وهي السرقه ومطلوب في احد الاقسام، وسويت تم تسليمها الان من قبل الزملاء للقسم اللي هو مطلوب فيه، اضافه للعماله اللي موجودين الان عندنا. جميل جدا. نشرح لكم عن هالكيس. الان ايش فيه الكيس هذا؟ فيه طلاسم واحجابات علشان تبعد عنهم عيون الرقيب، لانهم يشتغلون في اجرام وكذا فما يبون الرقيب يوصلهم، بخيالهم انه الاسحار والاشياء هذه
تبعد الأمن والتجارة والرقابة عنهم. شو الفائدة أنه لما نصور مثل هذه الأماكن؟ أولا لأنه في ناس يعملون، يعني هذا أمس صادروه الساعة 1 بالليل داهموه. شيء الثاني أنه في منتجات، تعرفون شو الوضع اللي صاير في السوق، أشياء مسروقة، أشياء منتهية صلاحية، فالإنسان يدقق قبل لا يشتري، شوف العبوة لها تاريخ تصنيع، مصنع، جهة، مصدر، لازم الإنسان يتحرز إذا جاء يشتري. ختاما عشان تعرفون إن كل البلاوي هذه وراها تستر، هذا الزعيم، تدرون كم يعطي كفيلة شهريا؟ كم أنت يعطي كفيل شهريا؟ كل شهر كم يعطي كفيل؟ 500 ريال يعطيها لكفيلة ويدور هذا الأسطول الكامل، تخيلين؟ الآن بنطلع لموقع ثاني إن شاء الله وتشوفون شيء أدهى وأمر وبيكون صادم لكثير من الناس. الآن إغلاق المستودع، وضع استكر عليه ومصادرة كل